قبل أيام معدودة من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغامبي لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفية كأس أمم إفريقيا، مباراة ستكون خاصة للجمهور الجزائري والذي عودنا على غزو الملاعب في الداخل والخارج مستجيبا لنداء راية الوطن. لكن وفي ظل الحراك الشعبي التي تعرفه الجزائر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تطالب أنصار الخضر بمقاطعة مباراة المنتخب الوطني بملعب مصطفى شاكر بالبليدة. حراك لقي تجاوبا إيجابيا من قبل المدرب جمال بلماضي ولاعبيه. De se mobiliser, mais tout en étant bien organisé, discipliné, et qu'on fasse les choses d'une et voir une unité. احنا رانا ولاد شعب ومن الشعب، ان شاء الله نساندوا الشعب، وتوجور رانا كل يوم نتبع واش راهو يصرا في البلاد. سي بو اي يا با دو ديغا. فوالا شو هيك البيبل الجزائري. خلوا فارغ، خلوهم يلعبوا وحدهم، لا نريد ملأ ملعب تشاكر. كلها شعارات ترددها أنصار المنتخب الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورات يريد بها عشاق الخضر بعث رسالة مفادها أن مستقبل الوطن أهم من المستديرة في حد ذاتها. وبالرغم من أن المنتخب الوطني لا ناقة له ولا جمل في الشأن السياسي باعتباره رياضي، إلا أن موقف الجزائريين يبقى مفهوما مهما كانت النتيجة، إما المقاطعة أو الحضور.